حد مثبتك بالسكينة على البطن بالشكل ده؟ ايدك الاتنين اللي بدأوا يتحركوا في الوقت اللي انت بترجع فيه لورا ببطنك المسافة الصغيرة دي عشان تتفادى النصب بتاع السكينة. يعني الوقت اللي انت بترجع فيه لبطنك تكون ايدك الاتنين مسكوا بالشكل ده، ايد اليمين اهو تمسك القبضة تحته بالشكل ده، والايد الشمال ايه على مفصل الريست بالشكل ده، بتلف وتضغط على مفصل الريست بالشكل ده كده، بتشيل حركته مستحيل يعرف يتحرك. وضغطت ضغطة قوية شوية هينزل معايا الأرض. كده بقيت أنت المتحكم في إيده ومتحكم في السكينة بشكل كامل. مجرد ما أضغط على دماغه كده هاخده وينزل بالأرض، أو أضغط على مفصل الريست هاخده وينزل بالأرض، أو أمسك دراعه التاني اتجاه العكس بالشكل ده وينزل بالأرض. يعني في كل الاحتمالات هتعرف تتخلص منها بشكل مباشر. حاول استعمل دراعه التاني، بتاخده الاتجاه العكسي بالشكل ده وبتنزل بالأرض. خطوة مع بعض بشكل سريع. أنا ضغطت ضغط قوي ممكن أعمل له خلع في مفصل الكتف بالشكل ده. نفس الوقت اللي أنا برجع فيه لورا عشان أتفادى نصل السكينة بالشكل ده، تكون إيدي الاتنين بيتحركوا بالشكل ده. بضغط على مفصل الريست، صبع الإبهام بيضغط بقوة على القبضة بتاعته بالشكل ده، وبتاخده وتنزل بالأرض. مجرد ما أضغط بصبعي هينزل معايا الأرض، لأن يعني أنت عامل ضغط قوي على مفصل الريست. لو ما حاولتش اللي هو ينزل معاك الأرض المفصل ده هيتكسر. بص هيضغط بصبعي هينزل معايا الأرض. السكينة هتاخدها من الظهر للاتجاه ده. جزء من الثانية بتنفذ الحركة. تاخد لك مباشرة في الوش بالشكل ده، عجزه بشكل نهائي.